الحلقة ديت هتعرفك ازاي نعرف الطبق الكانون البيكسيما ATS 3140. لو يهمك الموضوع تابعني بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم اخواني؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وفي افضل حال. معاكم احمد السام من قناة كانون بالعربي، وحلقتنا النهاردة ازاي نعرف طبعا الكانون بيكسيما ATS 3140 عن طريق الكابل USB، يعني هتعرفه من الكمبيوتر او من اللابتوب عن طريق الكابل USB. وقبل ما اروح معاكم على الكمبيوتر على طول، لازم اقول لكم على حاجة مهمة جدا. الحاجة المهمة ان انا اسيب لكم رابط تحت الفيديو في النسخة الاصلية المرفق مع الطبعة. يعني انت لو عندك كمبيوتر او لابتوب والسي دي ضاع منك او السي دي روم بايظ او ما عندك سي دي، فانت تقدر تحمل التعريف بكل سهوله. وعشان ما اطولش عليكم، يلا بينا نروح لجهاز الكمبيوتر على طول ونعمل الخطوات مع بعض. يلا بينا. فبعد ما حملنا الرابط اللي موجود تحت الفيديو هيفتح لنا على ونفك الضغط عادي جدا. هنفتح الملف عادي وهنلاقي كلمه اسمها M-Setup4 وجنبها كلمه ابلكيشن زي ما انتم شايفين كده. ضغطينا عليها وننتظر لحد ما يفتح لنا القائمه بتاعتنا. هنختار كلمه يس. زي ما انتم شايفين دي القائمه اللي فتحت لنا بعد ما اخترنا الام سيتاب 4. هنختار ستارت سيتاب، وهنا لازم تكون موصل الكمبيوتر بتاعك او اللابتوب بتاعك بالنت عشان في حبه حاجات هنعملها داونلود. الخطوه ديت عن طريق الكابل USB اذا كان كمبيوتر او لابتوب لجهاز واحد بس. اما لو انت بقى عايز طبعا اكتر من كمبيوتر او اكتر من لابتوب او اكتر من موبايل، فانا سيبلك كذا رابط تقدر تستخدم الطبعه دي. الرابط الموجود تحت دوت في جميع الفيديوهات الخاصه بالطبعه TS 3140، مع العلم ان الطبعه دي هي نفس الطبعه TS 3340. زي ما انتم شايفين هو بيعمل داونلودنج 10 ل 14. ننتظر لحد ما يجيب 14 وان شاء الله الموضوع يبقى سهل وبسيط عليكم. بس اهم حاجه تكون موصل الكابل USB بالطبعه. وعقبال ما هي تتحمل هنشوفها مع بعض. حاجه بسيطه كده، عايزين نعرف هل الطبعه دي متعرفها قبل كده ولا لا. هنخش هنا عن كنترول ونخش على فيو ديفايس اند برينترز. هي الطبعه بتاعتنا اهي بس مش متعرفه. لو ضغطت عليها كليك يمين هتلاقي، لو لقيتها بعد ما ضغطت كليك يمين القائمه دي بس كده، معناها ان هي مش متعرفه، وبالاخص لو في مثلث على الترابل شوتر كده الطبعه دي مش متعرفه. فاحنا هنعرفوها بالطريقه الصحيحه من خلال اسطوانه التعريف المرفقه مع الطبعه، مش من خلال الموقع كانون اللي ساعات بينزل ملفاتنا. الحاله دي يعني تظهر لك كده في حاله انك عندك ويندوز 8 او ويندوز 10. اما بقى لو انت عندك ويندوز 7 فاتبع الخطوات دي كده كده، لكن اللي انت قدامك دي وهميه، تبقى عامله كده ومش كامله. فاحنا دلوقتي بعد ما نخلص التعريف بتاعنا هنعرف ان هي ازاي بتبقى كامله. وبعد ما خلصنا الداونلودنج هنختار هنا زي ما هي، هنسيبها يوروب ميدل ايست افريكا تمام، وندور على ايجيبت. مش موجوده ايجيبت، هنختار اذر اهي زي ما هي اذر، ونعمل نيكست، ثم نعمل يس، ثم نعمل اجري وننتظر. طبعا الفيديو دوت هيعرفك ازاي تطبع من الكمبيوتر وازاي تعمل سكان من الكمبيوتر عن طريق الكابل USB. مش طباعه فقط، لا، طباعه وسكان. طبعا في انتظار تخلص هنعمل هنا نيكست تمام. دلوقتي بيعمل تشيك على البرنتر اللي متوصله ولا، وهنا بيقول لك تشيكنج ذا برنتر. هو ده بيقول لك دلوقتي هو الكابل متوصل تمام، هتعمل يس. ايوه هي دي طبعا متوصله بيها. دلوقتي بيقول لك في العلامه هنا يعني فك الكابل USB من الكمبيوتر او من الطباعه، وبعد كده اعمل نيكس وانتظر. طبعا لازم يكون موصل بالنت ان هو هيحمل 90 ميجا، يعني هو بيحمل من الميجا. لو ما عندكش نت هتبقى مشكله بالنسبه لك، لان هو طبعا البرنامج بتاع كانون كل فتره بيقعد بيعمل ابديت فبينزل حاجات جديده. هو اهم حاجه يكون النت سريع عندك، والخطوات دي هتبقى سهله معاك ان شاء الله. وبيعمل داونلودنج دلوقتي، او دلوقتي بيثبت الام بي درايفرز اللي هو الخاص بالتعريف، الدرايفر اللي هو التعريف. طبعا ما تركبش الكابل USB غير لما هو التعريف يقول لك ركب الكابل USB دلوقتي حالا. زي ما انتم شايفين الخطوه قربت تخلص اهي، واحنا بننتظر ان هي تخلص اللي هو الام بي درايفرز ده اللي هو خاص بالتعريفات. في الخطوه دي بيقول لك هنا ركب الكابل USB في الطبعه او في الكمبيوتر عامه. انا كنت خلعه فانا هركبه اهو في الطبعه. دلوقتي برينتر كونكشن، حس اول ما ركبت الكابل USB حس ان هو في ديفايس دخل في الكمبيوتر. انتظر دقائق بس مع بعض لحد ما ننتهي الخطوه ديت. ودلوقتي قال لك كده التعريف انتهى، هنعمل نيكست تمام، ثم هنعمل نيكست. هنا بيقول لك سيت ديفولت، اعمل صح على دي زي ما هي، يعني سيبها صح زي ما هي. لو انت مش عندك معموله صح فاعملها صح، ثم اعمل نيكست. طبعا البرامج دي الخاصه بالسكان، فاحنا هنثبت الاسكان بس، هنعمل صح على ديت ونشيل اليوزر مانوال والباقي سيبه زي ما هو كده تمام. خلصت خلاص، هيعمل نيكس تمام، هنعمل اوكي. طبعا في تحميل تاني، ده عشان الحاجات المدعمه للسكانر والاسكانر كمان. وهننتظر لحد ما التحميل ده يخلص، بعد كده نخش على الحاجات اللي نزلناها على طول. والحاجات دي بسيطه جدا، الحاجات دي بتسهل معاك الاسكانر واستخدام الاسكانر. طبعا زي ما انتم شايفين هي ثبتت 3 برامج لحد دلوقتي، وقربنا نخلص مع بعض. ممكن المهمه دي تطول معاك وممكن تبقى اسرع معاك على حسب امكانيات الجهاز اللي انت شايفين.
شغال بيه، او على حسب الويندوز اللي انت شغال بيه. هل ويندوز تقيل سريع في فيروس، الحاجات دي برضك هتاثر على سرعه التثبيت والخطوات. دلوقتي دخلنا على الايزي واي برنت اكس، زي ما قلنا الكويك ميني دوت الخاص بالسكانر، كمان اعاده السكانر واستخدام السكانر عامه ذات نفسه، وده مهم جدا. لو انت ما نزلش عندك تقدر تسيب لي رساله تحت، هبعت لك رابط، يعني سيب لي رساله تحت الفيديو دوت هبعت لك رابط تحمله، ان ده هو ده السكانر ذات نفسه. وفي حاجه مهمه جدا لازم اقولها لكم، مش هينفع تستخدم السكانر من غير تعريف الطبعه، يعني لازم تعرف الطبعه ثم تعرف السكانر. في الحاله دي السكانر هيشتغل معاك. طب افرض انا عايز استخدم السكانر بس، يبقى لازم تعرف الطبعه وتعرف السكانر، انك انت مفيش حاجه اسمها تعريف السكانر. فعشان تستخدم السكانر بالطريقه الصحيحه لازم تعرف الطبعه بعد كده تعرف السكانر. الموضوع وصل كده؟ طب دلوقتي لحد ما الخطوه دي تنتهي، عايز اعرف الطبعه دي اتعرف ولا لا، هروح على الكنترول بانل برده ضغط هنا عليها، ثم هنروح على فيو ديفايس اند برينتر ضغطه واحده، ثم هنقف على الكانون اللي احنا من شويه شفناه قبل ما نعرفه ونضغط كليك يمين. اول ما تلاقي القايمه كبيره قوي كده اعرف ان الطبعه بتاعتك اتعرف. اعرف ايه ان الطبعه بتاعتك اتعرف؟ تعالى نرجع الخطوه بتاعتنا اهو. دلوقتي قال لك تقدر تستخدم دلوقتي الطبعه بكل سهوله، يعني من نيكست دلوقتي هنعمل سكيب بلاش لازمه خالص، وقال لك دلوقتي التعريف بتاعك تكمل بالنك، هنعمل اكسيت تقدر دلوقتي تستخدم الطبعه بكل سهوله. طب دلوقتي انا عايز اطبع وعايز اعرف خواص الطبعه دي ايه. زي ما انتم شايفين اهي دي الحاجات الخاصه بالسكانر. هنخش هنا على الكنترول بانل ونروح على فيو ديفايس اند برنت، ثم هنقف على الطبعه اللي هو كانون تي اس 3100 وسيريس، كليك يمين عليها، ثم ننزل على كلمه اسمها برينتر بروبرتيز ونختار اللي هي اول واحده مش الاخيره اكس بي اس، لا دي عشان نجرب الطبعه ان هي شغاله معانا. دلوقتي هتفتح لك قائمه، زي ما انتم شايفين القائمه فتحت معانا اهي. هنضغط على برنت تيست بيج عشان نعرف ان الطبعه بتاعتنا شغاله. طبعا هتلاقي الطبعه بتاعتك عملت زي علامه ان هي تدوير كده. طبعا لو فتحت ديت وده صوت الميكانيكا بتاع الطبع عادي جدا مفيش اي مشكله، وانا بيقول لك الانك راننج لو يعني منخفض جدا خلاص. طب انا بطبع تيست طباعه عشان اعرف الطبع شغاله معايا ولا، ودي كل وورد هتظهر معاك عشان تشوف الطباعه بتاعتك. وده معدل الكلر وده معدل البلاك طول ما هي متحمل. ده كده بالنسبه اللي احنا جربناه كطباعه لانها شغاله من عن طريق الكابل يو اس بي. طب دلوقتي انا عايز اعرف اعمل خواص الطبعه دي عشان فيها اعداد كتير جدا الناس ما تعرفش ازاي. هنخش على كلمه بريفرنسز عادي جدا اللي هي الخصائص ديت. لو انت عملت صح على كلمه دوبلكس برينتنج فانت كده هتعمل ان الطبعه تسحب يعني تطبع مش تصور، تطبع على الوجهين بس يدويا. ولو انت عايز تعرف ازاي تطبع على الوجهين يدويا اكتب لك رابط تحت برضو الفيديو دوت تعرف ازاي تطبع يدويا. اما لو انت عملت البرود ريستنج دوت فانت كده هتخلي الطبعه تطبع بدون يعني هتطبع الحواف كمان اللي هي اللي عملنا صح على بوردس برينتنج. لو جينا الصح كده خلاص، لو انت عملت على الجري سكيل دي صح فانت كده حولت الطبعه بتاعتك من ملون لابيض واسود، يعني انك كانك هتستخدم الطبعه توابع ليزر كانها ابيض واسود فقط ما فيهاش الوان. شيل الصح ترجع زي ما هي. الميديا تايب ده اللي هو نوع الورق، طبعا نوع الورق المذكرات المدرسيه اسمه بلان بيبر اللي هو ده. لو حولته الى فوتو بيبر جلوسي واخترته كده اللي هو فوتو بيبر بلس جلوسي 2، ده انت كده خليته اللي هو الورق الصور الفوتوغرافي اللي هو عن طريق احنا نزلنا تحت اخترنا دي. عايز ترجعه تاني لورق المذكرات المدرسيه من يعمل هنا بلان بيبر ونختار كده دوت. الكواليتي بتاعتك بتخليها ستاندر، لو انت مذكرات مدرسيه بتخليها ستاندر، لو انت ورق فوتوغرافي بتاع استوديو بتخليها على الهاي هنا. وده حجم الورق معاك من A4 وعندك A5 وبي 5 وليتر و4 في 6 وكل دوت تختار اللي انت عايزه. ودوت عايز كام نسخه منها معاك لحد 999 نسخه. خلص اللي انت عايزه بتعمل ابلاي ثم اوكي. كده عرفنا الاعدادات دي، جربنا الطبعه بتاعتنا وجربنا الخواص بتاع الطبعه بتاعتنا. يلا بينا مع بعض نعرف ازاي نستخدم السكانر. اول حاجه العلامه اللي عليها الصوره العيله ديت ضغطه واحده، وحط الصوره الاول حاجه على السكانر كانك هتصور، ثم تضغط ضغطه واحده على وانتظر لحد ما يفتح لك صفحه تبدا التحميل بتاعها. هنا هيقول لك دونت شو ميسنج انينج، اعمل الصح على ديت وثم اوكي. ودلوقتي الطبعه بتاعتك هتلاقي اللمبه الخاصه اللي هي بجنب زرار الباور بتنور الطفا، معناه ان السكانر شغال اهي. هنخلص خالص هتفتح اوتوماتيك لوحدها الصفحه وتقول لك هي محفوظه هنا. الموضوع سهل كده. ده خاص بالسكانر اللي فات دي كان خاص بالطباعه، دلوقتي احنا خاص بالسكانر في انتظار ان هي تخلص المهمه وهتفتح اوتوماتيك الصوره والموقع الصوره فين بالظبط. طبعا الموضوع ده على حسب سرعه الجهاز اللي انت شغال منه وعلى حسب برضك سيستم الويندوز اللي شغال منه. وده البرنامج لو تفتكروا اللي احنا سطبناه من خلال الاسطوانه اللي احنا عملنا عليهم صح، ده هيساعدك كتير جدا ان انت تعرف تعمل سكان للبي دي اف والجي بي جي. ادي الصوره احنا عملناها دلوقتي، هتضغط ضغطتين ورا بعض. الصوره دي انا حاططها على السكانر بتاع الطبعه زي ما انتم شايفين دي الصوره اهي. طب هي بتتحفظ فين؟ تعالوا مع بعض نعرف. هتخش على هنا اللي انت مسميه باي اسم، اذا كان كمبيوتر انا سميه احمد اللي هو باسمي، ثم هنروح على دوكمنت وهنلاقي هنا بتاريخ 21
4/2012 اللي هو اليوم اللي انا عملت فيه الاسكان. نفتح عادي جدا وننتظر. هي الصوره اللي انا عملت لها اسكان زي ما انتم شايفين اهي. حافظ الملف تمام كده. الموضوع سهل كده. عرفنا نعرف الطبعه عن طريق كابل يو اس بي وازاي نستخدم الاسكانر عن طريق كابل يو اس بي. واتمنى الموضوع والخطوات دي تكون سهله وبسيطه عليكم. وبكده خلصنا حلقه النهارده. اتمنى تكونوا استفدتوا منها. اتمنى الموضوع يكون عجبكم. مستني اي استفسار لكم بخصوص طبعه كانون. كان معاكم احمد الساب من قناه كانون العربي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.